الأربعة. بغيت نوريك بهذا المنظر اللي هنايا عرفتي عاد وصل دابا حنايا بجيت ما عرفتش ديما كتلف ليا باب الحد واقيلا ونوري لكم كي كتشوفوا. المهم وي هاي دابا تقاتلت بوحدها كي كتشوفوا ها هو المنظر نرجع نتشارك بلاصتها كي كتشوفوا هذا واحد جريب تقريبا عاد حلوها واقيلا واعرة بزاف وجباتني. المهم ها هي كي كتشوفوا عاد تحلت هذه واقيلا ما عرفتش من شهرين وما عرفتش المهم انا غبرت عليها 3 شهور ما جيتش للرباط بقيت للرباط كامل تبدل النقاط. المهم عجبني بزاف انا هذا المنظر ها من البالمز خلوها بزاف. المهم ها هو الشمس تقريبا واقيلا بدات كتغرب تقريبا هاد العشرة فعاد لاحظت فهاد الاوبجيكتيف داير بحال الجوبرو حيت تقريبا الجوبرو كيبدا من 14 دابا كنصور لكم بالعشرة نصور لكم سميتو الباقية دابا وي سمح لي بزاف على سميتو الصوت شوية ناقص الصوت ما واضحش إذا نسيتو ما تبدوش معايا كنت مزروب غادي نمشي باش نقطع وي تشدي كاين هاي دابا 18 زومية كنشوفو وي تشدي كاين هادي سميتو باب الحد. المهم غنمشي أنا دابا نقضي شحال من حاجة في الرباط هما انا شفتكم معايا انا بغيت نوريكم كي داير الرباط ها هي المهم هاد باب الحد ها هي تما في ديور الجامع اللي بانت لكم هي ديور الجامع. المهم الطوبيس مجبطي ليا هانيا هاي الشلالة تماك وما قدناش الوقت بغيت نفلوقي لكم الرباط كامل مي دوماج مكنيش الوقت هانتوما كتشوفو المهم هي تقريبا واحد الحاجه اللي ما المهم ما عجبتنيش كي كتشوفوا دابا تقريبا كي كيبان لكم هنا ليماج كيبان لكم هنا ليماج بان لكم زاويه شويه كتعوج هذا هو المشكله اللي كاينه في 18 في 10 شي اللي كان كاع كان في تقريبا بحال دوك اللينسز ديال سميتو ديال بحال جو برو واش كتسمى بحال فيش اي وانا بقى نخدم الفيديو ما تقلبوا لي كل اوبجي ما بقاش نحيد المشكره ديالي تنصحكم بزاف اللي باغي شي اوبجي المهم عنده شي اوبجي كيتلانس عنده شي 1855 وباغي فلوغي كنصحو يقدر ياخذ هاد الاوبجي غيعاونو بزاف حتى الناس تقريبا كيقراو السينما والناس ديال ينفعهم حتى هو لي بروجي حسنا كنحتاج مو شحال البروجي خدمتو شحال من كورميتراج خدمتو كاملين كنحتاجو شي اوبجي يكون سميتو لارج بحال هذا بحال دوك لي سين كبار لي سين لارج وداكشي تقريبا في الواقع اللي تديال تخدم لكم مزيان في اركيتكتشر فوتوغرافي يعني دابا كيصوروا المباني وداكشي غادي ينفعهم بزاف حتى كتعطي واحد المنظر انا دابا المهم مشيت للبومسيو خديت شي لاجون للبومسيو المهم دابا نمشي نقطع باش ندخل على الوزازات صافي المهم دوز السيمانه هنا في الرباط كانت واعره بزاف المهم غادي نروحو نهار ثلاثة شي بلاصة اللي فيها انايا كي كتشوفو المهم عاد خديت دابا انا الاوبجيكتيف 10 18 اللي كان كيبان لكم غتكون الصورة لارج بزاف لارج يكون بزاف المهم لارج في ليماج كي كتبان لكم واعرة بزاف ليماج المهم هادي هي البنك اللي كنتعامل معاها انايا كيبان ليكم هادي هي العشرة تقريبا داير بحال الجو برو المهم اطون كنوريكم واحد الجبدة واعرة بزاف هاي تبان ليكم دابا المهم هادو عجبوني بزاف هنايا كاينين في سميتو كاين في العراء ومتسناو وحنا والو هنا الطب هنا عندنا بعد رباط والله حبسوا الكناية المهم هادي هي الزربة كي كتبان لكم دابا كيف لكم لي ما شاء الله بزاف كيف لكم وبالنسبه لدوك اللي غادي اللي بداو لي فلوغ كنصحهم بزاف بالعشرة 18 كي تشوفوا الصور رائعه بزاف واعر بزاف عجباتني هذه الجربه دابا راه كنصور لكم وغادي يمشي عليا الحال راه خصني يمكن نقطع مهاني على ودكم مستحيل نديرو شنو حجرة ما عمري جيت هاد الجردة مي خصني نجي داك شي خطرة المهم صافي هي في بالي المهم شتا نجينا ونصور ليكم
انتو كي كتشوفوا هذه هي 18، هذه هي اللي كتكون عند اي كيت لانس اي كاميرا عادي كتكون في هذا الاوبجي 18. المهم دابا غادي نرجعوا ل 10، ها هي 10 كتبان لكم. المهم راه واعره بزاف البلايص ضيقه، وحتى الكارت فوتوغرافي يعني كيبغي يصور طوموبيلات وداك الشيء مزيان عليه سميتو 10 بحال الانتيريور ديال الطوموبيله. هادشي اللي كان. المهم دابا غادي نمشيو ميشن، نمشيو المحطه دغيا باش ما يمشيش علينا الحال، ونمشيو نقطعوا التوفيق حتى هو معانا. خليكم خوتي شوفوا جبت لكم شويه هما دابا حنا طالعين. المهم عندهم محطه وقيلا صغيره، هادشي اللي كاين في المحطه. و مكرهناش كون نصور لكم شي خطا، ندير لكم انا شي فلوغ في سميتو في المحطة بصحة الفنا، ممكن نرفع واحد الدراهم نقدر نساندو وندير لكم شي فلوغ واخر شي يوم، نساندو شي يومين ولا شي ثلاث ايام ندير لكم فلوغ فيه هادشي اللي كاين. شو غنوريكم دابا شي لقطات من خارج راه ماشي اول مرة، ديما كنجي لهاد البلاصة تقريبا دي اول مرة نخرج الكاميرا هنا ونصور لكم. توفيق سميت شنو بغيت نقول لكم، تقريبا حنا وصلنا لتيشكا تقريبا ما بقاش بزاف الورزازات، بقات شي تقريبا شي 4 سوايع وقيلا. المهم حتى الورزازات ونكملوا معاك. المهم في هذا الفلوغ غنديروا التحدي اللي المهم داك التحدي اللي غيتحدى عليا غنطبقه وغنعطيه تحدي تسناو. المهم بغيت انا في هذا المهم في هذا الفلوغ بغيتكم تفرقعوا كومونتير وتقولوا شنو بغيتوا نتحداه. المهم حيت الكومونتير ديالكم هو اللي نطبق عليه وغادي نتحداه. المهم فلوغ نوريكم شويه شي 0.6 ولا بوزا جاي نطلع بحالي حتى نكمل لكم الفلوغ فور 6 ان شاء الله بيسا بروجي كنبغيكم بزاف.